إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، فهذا حدث واكب الثورة ولعله يكون من أهم الأحداث التي يجب أن يخطو فيها كل واحد منا خطوة نحو الإصلاح. غدا السبت بحول الله وطوله تفتح لجان الاستفتاء على تغيير بعض مواد الدستور، نعم أو لا. والمسلم يجب أن يكون فقيها بعصره، ويجب أن يواكب العصر في الأحداث التي تخص دينه ووطنه ونفسه وأهله. كثير من أحبابي رجال ونساء خاصة المثقفين منهم سألوني ذلك السؤال، أنذهب للجان الاستفتاء المعدة للاستفتاء لتعديل بعض نصوص وبعض مواد الدستور أم لا؟ نذهب أم لا نذهب؟ وإذا ذهبنا ماذا نقول، نعم أم لا؟ فجعلت ذلك اللقاء حتى ينكشف الصواب من الخطأ على قدر اجتهادي. واليوم لقاؤنا بعنوان دستور التغيير في القرآن، دستور التغيير في القرآن. بدل تغيير وتعديل دستور نقول ما هو الدستور في التغيير الذي نزل في القرآن من السماء. دستور التغيير في القرآن من فوق سبع سماوات، يعني إن أي إنسان يريد أن يغير أي فساد فلا بد أن يتبع وهو يغير مواد الدستور الإلهي إن أراد أن يسير على الطريق المستقيم. وحتى لحظات قليلة قبل دخول المسجد الآن، أحد المصلين بل أحد المثقفين يسألني وأنا قادم إلى المسجد، نعم أم لا؟ يقول أنا في حيرة ولا أدري ماذا أفعل، خاصة أني سمعت بعض كبار العلم يقولون قولوا نعم، والبعض الآخر يقول توقفوا لا تقولوا لا نعم ولا لا. كيف نسير في خطوة، لأن الله سائلنا عن هذه الأيام وعن هذه الأحداث. أولا الذهاب إلى لجان الاستفتاء التي أعدت لتعديل بعض مواد الدستور واجب، ليس وطني فقط بل واجب إيماني وديني. أقول الكلمة مرة ثانية، ذهاب الإنسان
أو المواطن سواء مسلم أو غير مسلم إلى هذه اللجان يعد واجبا إيمانيا ووطنيا. لماذا؟ استنادا إلى قاعدة من الوحي خرجت من أعظم لسان طاهر، لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فمواد الدستور التي قام عليها التعديل منكر، لا أحد يختلف على ذلك. ولجان الاستفتاء غدا بحول الله وطوله تنتظر منا الإشارة إلى تغيير ذلك المنكر، فإن لم تذهب أنت، وإن لم أذهب أنا، وإن لم تذهب هي، لندلي بأصواتنا نعم أو لا، فهذا يعني تراجع عن تغيير ذلك المنكر. إذن الذهاب إلى لجان الاستفتاء المعدة لتعديل بعض مواد الدستور الجائرة، هذا يعد واجبا لا وطنيا فقط، مش عشان البلد بس، لكن واجبا إيمانيا دينيا. وجاء موعد التغيير باليد وبأدب وبكرامة وبحرية. هذه أول خطوة يجب أن نفهمها جيدا نحو هذا الحدث في تعديل مواد الدستور. الخطوة الثانية أن هناك على الساحة الآن أحزاب متعارضة متناقضة واتجاهات متفاوتة متباينة. حزب وطني في اتجاه، وحزب تجمع في اتجاه، وإخوان مسلمين في اتجاه، وأحزاب لا حصر لها فوق منضدة المباحثات وتحت المنضدة تحت الترابيزة. يعني أعطيك البيان من كلام الحنان المنان سبحانه، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكأنها نزلت علينا لهذا الحدث الذي يحدث فيه اضطراب أو اختلاف. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية يقرأها قلبي وكأنها نزلت لذلك الحدث وأشباه ذلك الحدث. يعني إيه؟ يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والجميل في لغة القرآن البديعة أنه لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني قال إيه؟ وأطيعوا الله، جاب الفعل الأمر وأطيعوا مع الله، وأطيعوا الرسول جاب فعل الأمر وأطيعوا مع الرسول، ما جابش نفس الفعل مع أولي الأمر. أهل البلاغة يقولون لأن أولي الأمر إذا أمروكم بشيء على خلاف ما يأمركم به الله وما يأمركم به الرسول فلا طاعة لهم، فطاعتكم لهم تابعة لطاعتهم وطاعة أمرهم لأمر الله ورسوله، وإلا فلا تطيعوا. من أجل ذلك أسقط الفعل وأطيعوا مع أولي الأمر. آخر النكات المضحكة التي سمعتها بالأمس، إذا تعديل الدستور وتعديل هذه المواد خطأ. ليه يا جماعة خطأ؟ قال لك خطأ
لأن ما فيش على الساحة إلا اثنين، الحزب الوطني والإخوان المسلمين. ولو حصل موافقة على التعديل اللي هيمسك البلد في الاستفتاءات القادمة في المجالس الشعب والشورى وتحديد الرئاسة الحزب الوطني والإخوان. وده معناه يا جماعة، قال لك معناه إن الرأي الأول والأخير هيكون للحزب الوطني وللإخوان. يا جماعة الموضوع أبسط من كده بكثير. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هم كم مادة بيعدلوا؟ عدة مواد. الأصل موجود وصورة التعديل موجودة. يقول لك المادة السابقة قبل التعديل عدم تحديد الفترة التي يحكم فيها رئيس الجمهورية، ويجوز له أن يستأنف فترة جديدة وإن وصلت لثلاثين سنة زي ما حصل مع السابق. دي المادة قبل التعديل. المادة بعد التعديل، رئيس الجمهورية يحكم بالانتخاب، هذه واحد. اثنين، فترة رئاسته لا تزيد عن أربع سنوات. ثلاثة، لا يجوز له استئناف فترة رئاسية جديدة إلا بانتخاب جديد، وإن حدث ليس له الحق في الانتخاب في فترة رئاسية ثالثة، يعني آخرك ثمان سنوات. دي الفقرة والمادة من الدستور التي عدلت. هات الفقرة دي قبل التعديل وبعد التعديل واعرضها على ربنا وعلى رسوله. إن وجدت إن ربك بيقول لك المادة بعد التعديل صح، وأحدث الفقهاء القضائيون فيها إصلاحا عما كانت عليه من ذي قبل، فقول موافق. إن ربنا وافق قول أنا موافق أنا كمان. يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني الحاجة اللي نختلف فيها أنا وإنت نعرضها على ربنا اللي هو القرآن، وعلى الرسول اللي هو هدي النبي والسنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تناقضت مع القرآن أو مع السنة ارميها ولا توافق عليها، وإن اتفقت مع القرآن ومع السنة فوافق عليها وأيدها، ففيها الخير لك ولغيرك. أعتقد أن المسألة وضحت جدا. أنا أعلم أناس يا جماعة عاشوا على الأرض قرابة 40 سنة ولم يذهبوا مرة للجنة انتخاب واحدة. عارفين ليه؟ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين يدي صوته لمين. أعتقد الأمر اختلف الآن. الثورة اللي حدثت بدأت تكشف النور من الظلام، الأسود من الأبيض، الخير من الشر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمواد المعدلة قبل التعديل وبعد التعديل اعرضها على الله وعلى رسوله، فإن وافقت هدي الله وهدي رسوله قول أنا موافق. وإن رأيت فيها ظلما أو منكرا مستقرا لم يتغير فاذهب وقل غير موافق. فإن اختلطت عليك الأمور ووصلت لدرجة لا ترى فيها شيء فتوقف. هذه هي القاعدة الثانية في دستور التغيير في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ثالثا، لبيان الصواب من الخطأ قبل الاستفتاء. أي تغيير في الوجود
حتى حين أراده الله من فوق سبع سماوات ارتبط التغيير بسنة سماها العلماء سنة التدرج. يعني ايه سنة التدرج؟ ضربت مثل بسيط لحضرتك قبل كده وقلت لك واحد يتعاطى هيروين 20 سنة، تيجي حضرتك النهاردة عايز تقطع عنه كل اللي كان بيتعاطاه، علميا وطبيا لا يجوز، ممكن تعمل له صدمة عصبية في خلايا دماغه وخلايا جسمه. الله من فوق سبع سماوات لما وضع المنهج القويم لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة عشان يغير كل الفساد وكل الظلم، قبل ذلك لم يقل له يا محمد انزل حرم الخمر دفعة واحدة، حرم الربا دفعة واحدة، حرم الزنا دفعة واحدة، حرم عبادة الأصنام دفعة واحدة. والله ما حصل. ده انت تجد 23 سنة كان صلى الله عليه وسلم يقوم تدريجيا خطوة خطوة بالتغيير مع المجتمع الفاسد للوصول إلى أعظم نقطة في التغيير في العالم كله، درجة درجة. إنما هذه العشوائية والاندفاعية التي تحدث منا في إرادة التغيير لن تحدث تغيير، بالعكس لا تحدث انتكاسة للإصلاح الذي منحنا الله إياه. ربنا عرف إن فيه ناس بتشرب خمر، والخمر والعياذ بالله من الخبائث، بل هي أم الخبائث، لما بتدخل في الدم تحدث حالة إدمان، يعني من المستحيل أن يتخلى عنها شاربها مرة واحدة. نزل المنهج للتغيير تدرجا، يعني مرة يقول لهم إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويجي في الآخر يقول إيه؟ وإثمهما أكبر من نفعه. ومرة تانية يقول لك إيه؟ كل بين فقرة وبين فقرة، بين حكم وبين حكم، مدة زمنية تؤهل النفوس السوية أن تنخلع من هذا الخبث وهذا الفساد نهائيا. المرة الثانية يقول لهم إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. يبقى مرة سابها مفتوحة شوية بس اداهم حتة كده فيها منفعة فيها أزمة، واسمها أكبر من نفعه، خطب فيها العقل. ومرة ثانية يخطب في القلب ويدق على القلب. مش أنت بتحب ربنا؟ عايز تقف قدام ربنا ويقبل منك ربنا؟ بتقف قدامه كم مره؟ 5 مرات. والغريب 5 مرات متفرقات، الصبح الساعه 5 والظهر الساعه 12 والعصر الساعه 3 والمغرب الساعه 6 والعشاء الساعه 8. ايه طول ما انت صاحي عمال تصلي، يوم يجي يقول لك اشربها، بس ساعه الصلاه ما تشربهاش عشان على الاقل خلاص تقف قدامه محترم. يليق بيه تقف قدامه وتتنطح؟ لا ما يليقش بيه. طب يليق بيك كإنسان ليك كرامة تقابل أعظم قوة في الكون بالصورة دي؟ لا ما يليقش بيه. طيب احنا هنطلب منك حاجة واحدة، انك أوقات الصلاة ما تشربش قبليه بحيث تدخل الصلاة تمام، تدرج الجمال، وبعد فترة طويلة بعد ما تأهبوا تدريجيا إجا القرار الحاسم اللي هي ايه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما جاتش الآية الأخيرة دي مرة واحدة ولا في الأول عشان يعلمنا درس راقي ورائع، إيه هو؟ مستحيل تغير إنسان، مستحيل تغير فساد، مستحيل تغير شعب، مستحيل تغير مجتمع، مستحيل تغير بيت، مستحيل تغير أمة إلا بقانون التدرج. قانون التدرج مع قانون التغيير توأمان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر.
احنا عايزين كل الدستور يتغير النهارده. ما ينفعش. عايزين كل حاجه تتحل النهارده. والله ما ينفع. احنا عايزين البلد تتصلح النهارده. بقول لك والله ما ينفع. احنا عايزين كل الغير شرفاء يتشالوا النهارده. والله العظيم ينفع. مع ان الله قادر. الوحيد القادر وان يغير الكون كله في لحظه هو الواحد. سبحان الواحد. ومع ذلك يعلمنا درسا راقيا في قانون التغيير في القرآن والسنة. إذا أردتم أن تغيروا تغييرا يصل بكم إلى الأمان وإلى الإصلاح فعليكم بقانون التدرج في التغيير والإصلاح. والتغيير ليه بندين؟ البند الأول أنا بغير فساد موجود، فربنا ضرب لنا المثل وقال لنا الخمر ما فيش اكثر منها فساد، شوفوا انا غيرتها ازاي وحاولوا تغيروا الفساد اللي موجود عندكم بنفس الطريقه، اللي هي طريقه ايه؟ التدرج. وطريقه وصل اللي انت عايز تغيره ده بالله. ولذلك الايه اللي هي يا ايها الذين امنوا، نادي فيه علاقته بربنا، ونادي فيه علاقته باليوم الاخر، ونادي فيه علاقته بالضمير. صحيح من جوه الاول. اللي نايم ده هيسمعك؟ مش هيسمعك. لازم تصحي اللي انت عايز تغيره الاول، وتصحي ضميره وقلبه الاول، عشان لما تصحي الضمير والقلب يستجيب ليك وينفذ كلامك. ففي تغيير الفساد، التدرج، والمثل تحريم الله للخمر بالتدرج وبإحياء الضمير الإيماني في داخله ليتغير. البند الثاني في التغيير، ربنا بيقول مش انتوا غيرتوا الفساد؟ مش انتوا شلتوا رموز الفساد في البلد؟ طيب الخطوه الثانيه ايه؟ صلحوا. طيب كمان تغيير الاصلاح يحتاج الى تدرج. المثل الصيام، كان ربنا سبحانه وتعالى قادر ينزل القران الكريم وايات الصيام اللي حضراتكم حافظينها في سوره البقره اللي هي أولها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هو مع الخمر كده نزع فتيل الفساد من المجتمع ومن نفس البشرية عشان يعلمنا لو في فساد تغيره إزاي بالتدريج وبالضبط على إحياء الضمير والقلب الداخلي. طيب بعد ما نزعنا جزئية السرطان اللي موجودة، عايزين خلايا تتكون مكانها حية وطاهرة وإصلاحية تدي الجسم طاقة، أعمل إيه؟ قال لك برضه بالتدرج، مش ممكن أجيب حتة لحمة كده وتحطها مكان اللي اتشالت وخلاص السرطان اللي اتشال. فجاب الصيام، وهو مع الصيام بيفرض الصيام على خلقه، فرضوا أيضا بالتدرج. فأول لقطة في الصيام يوم واحد بس كان اسمه يوم عاشوراء. صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أوجب الله عليه صيام عاشوراء وقال لأصحابه صوموا ذلك اليوم. فأول درجة من درجات التغيير بالتدرج للإصلاح الصيام، وضع صيام يوم عاشوراء. بعد مرحلة زمنية بدأ ينزل آيات القرآن بس صيام رمضان بالتخيير. يعني إيه بالتخيير؟ قال اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم حتى لو ما عندوش مرض او سفر يفطر ويتصدق عن كل يوم اطعام مسكين. وبعد فتره زمنيه نزل الايه الاخيره فمن شهد منكم الشهر فليصم. لن نقوم بالتغيير في امه يزيد عدده الأنفس فيها عن 80 مليون بعصا سحرية، وإلا لفعلها الله مع خير خلقه محمد ومع أرذل خلقه أهل الشرك والكفر وعبدة الأوثان والأصنام. إنما ده مش مراد ربنا. ده ربنا خلقنا عشان نختبر، عشان نبتلى، عشان نحتك ببعض، عشان نشوف مين اللي يسمع الكلام ومين اللي يمشي على هواه وعلى دماغه. كل شوية يطلع لي بمظاهرة عايزين زيادة. زيادة ليه؟ ها؟
وانت بتدي ايه في المكان اللي انت فيه او عملت ايه عشان تاخد زياده؟ قدمت ايه للبلد قبل كده عشان تاخد دلوقتي في الازمه اللي هي فيها؟ اعجبني هذا الاقتراح من احد العلماء وهو يقول الفتره الزمنيه التي نحن فيها واجب على كل واحد قبل ان يقول زود المرتب ان يعفي في هذه الفتره لخزينه البلد من مرتبه جزءا ولو ضئيلا. ليه؟ عشان البلد تقوم. كان قاعد معايا واحد في احد الوزارات بعدين بيقول لي الشهر ده والشهر اللي فات 60 مليون خساره في الميزانيه اللي انا باشر عليها في الوزاره اللي انا ماسكها. معقولة؟ نرجع للنقطه الاساسيه، تغيير يعني بالتدرج، تغيير يعني بالعقلانيه، تغيير يعني بلغه اللي ربنا قاله اللي هو ايه؟ اللي هو واحده واحده، خطوه خطوه، درجه درجه. والله قادر في لحظة ينزل سيفا على رؤوس العباد في تحريم الخمر كلمة واحدة، لكنه ما فعل، وهو قادر عشان يعلمنا الأدب والفن في التغيير لابد أن يتبعه وأن يكون معه تدرج. ولما أراد الإصلاح وتكوين نفوس سوية تدرج، وخير دليل على ذلك فريضة الصيام ما فرضها الله في لحظة بأمر واحد، لا، إنها مرحلة بعد مراحل قبلها ليعلمنا كيف نغير، وهذا هو دستور التغيير. فلما يكون في لجنة بتقول لك احنا عدلنا لك بعض الدستور وطلعناك من البير والمستنقع اللي كنت فيه عد الدرجات لفوق، تذهب وتقول نعم أو لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو دستور التغيير في القرآن والسنة، فهذا هو دستور التغيير من فوق سبع سماوات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عندما أصطدم بأي مشكلة سواء بيتية ولا فردية ولا أسرية وأقول يا جماعة المسألة أبسط ما يكون، يتعجبون، لكني أقول ذلك وأعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق عندما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل مشكلة وكل معضلة وكل أزمة لها حل، أي مشكلة في الوجود لها حل إذا كانت لنا مرجعية الله ورسوله. كلام ده دستور ربنا سبحانه وتعالى في الكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا حدث مثل ما حدث وتحيرت وخيروك ماذا تفعل، فعليك بهدي. هديك إيه يا رسول الله؟ مع القاعدة الرابعة في لقاء اليوم في الحديث الصحيح: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. من أجل ذلك أقول لحضراتكم: إذا خيرتم في أي موقع في أي مكان في أي زمان مع أي أحد بين أمرين فاختر أيسرهما وأقربهما إلى الإصلاح وإلى الخير وإلى الأمن. أحد العلماء من ساعات قليلة قال: ما نصه؟ اذهبوا إلى اللجان وقولوا نعم. سألوه ليه؟ فقال: لأنه أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الهدوء، أقرب إلى الأمن، أقرب إلى التوازن، أقرب إلى الإصلاح. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيهما أيسر وأقرب في الإصلاح والنفع
وفي اجتناب الأمة فتن أن ننتظر سنة أو سنتين لتغيير الدستور من جذوره، والله أعلم ماذا سيفعل بنا في هذه الفترة. هل هذا أيسر وأخير وأفضل وأصلح وأقوم، أم أن نقول نعم لتعديل بعض المواد الجائرة والتي غيرت، ولعلها تكون خطوة وتكون درجة نحو الإصلاح ونحو التغيير ونحو مستقبل قادم أفضل لهذه البلاد ولهؤلاء العباد. القاعدة الأخيرة من دستور التغيير في القرآن ونحن نحتاجها اليوم، وناديت بها قبل ذلك لكني أؤكد عليها، ونحن نذهب بأقلام خبرت بدماء قلوبنا وبدماء شهدائنا لندلي بأصواتنا بهذه الأقلام وهذه المداد في تغيير هذا المنكر. أقول قبل أن ننادي بتغيير الدستور لابد أن نصرخ في أعماقنا: غير نفسك أولا، غير خلقك أولا، غير سلوكك أولا، غير نية السوء في داخلك أولا. دي بداية التغيير. قلت قبل ذلك غيرنا الدستور وغيرنا الحكومة وغيرنا الرئيس وتغير الحال كله، ولم تتغير القلوب والأخلاق لن نتقدم أبدا، ولن يغير ذلك من حالنا أبدا. غيروا إهانة كرامة الإنسان قبل الدستور، غيروا الغش والتزوير الذي يحدث في لجان الانتخابات وفي امتحانات الجامعات والمدارس وفي البيع والشراء قبل تغيير الدستور، غيروا التحاقد والتباغض الذي بين المسلمين وبين المسيحيين، الذي بين المسلمين وبين قادتهم أولا قبل أن تغيروا الدستور. غيروا موت الضمير في داخلنا وفي داخل شعبنا وفي داخل حكامنا وفي داخل قادتنا وفي داخل عمالنا، غير ضميرك قبل أن تنادي بتغيير الدستور، لأن الله لا يغير إلا من أراد أن يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا خلصت، لكن المسألة ما خلصتش، ولو أنت مت النهاردة ربنا هيسألك كنت ناوي تعمل إيه؟ هتذهب أم لا؟ ماذا ستقول، نعم أم لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم استر عيوبنا وفرج كروبنا وسدد ديوننا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واشف مرضانا وارحم موتانا وحسن أخلاقنا وأحسن خاتمتنا وتول جميع أمورنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.